أسعد الله أوقاتكم طلابنا الأعزاء في سلسلة الحديث عن الوحدة الثامنة في الكتاب الثاني، كتاب الفلسفة لطلاب الثالث الثانوي الأدبي. تحدثنا سابقا عن درس الانتباه، وتحدثنا عن درس الإدراك، وتحدثنا عن الذاكرة في سلسلة العمليات العقلية والمعرفية. كل ما ذكرناه من انتباه، من إدراك، ومن ذاكرة لا يعطي ثماره دون أن يكون هناك مسا من الذكاء عند الإنسان. يقال فلان يختلف عن الآخر، وفلان حصل على العلامة التامة مثلا بالفلسفة، والآخر حصل على العلامة التامة في مادة الرياضيات. السؤال، لماذا هذه الاختلافات؟ وفلان متوسط وفلان لم يحصل على درجات. هذا يعود إلى الذكاء واختلاف طبيعة ذكاء كل فرد عن الآخر. نستعرض قليلا قضية المناقشة. يصف الأفراد في الحياة اليومية بعضهم بعضا بالذكاء وغيره. الطالب المتفوق في دراسته ذكي، الطبيب الناجح في مهنته ذكي، الفرد الذي يتصرف في لباقة في الموقف المواقف الاجتماعية أيضا هو ذكي. بعض مواقف الحياة تعبر عن الذكاء. أعطي مثالا عن ذلك. مثلا سأعطيكم مثال طالب في الامتحان أتته مسألة في الرياضيات. هذه المسألة قد يبدع لها حلا، وهذا الحل غير موجود في الكتاب أو في السلة المتصلة. هذا عبارة عن ذكاء. أيضا الذكاء عندما تكون أنت في موقف وتستطيع أن تنتشل نفسك من هذا الموقف هو عبارة عن ذكاء. عندما تكتب موضوعا إنشائيا وتبدع به فأنت أيضا ذكي. إلى أي حد يمكن أن يرتبط الذكاء بالقدرة على التعلم؟ في الواقع يعتبرون أن أحد جوانب الذكاء هو القدرة على أن تتعلم. الذكي هو من يتقن العلم ويستطيع أن يتعلم مهارات جديدة. إذا أردت أن أصوغ لكم تعريفا للذكاء، لا نستطيع أن نضع تعريفا محددا للذكاء لأن الذكاء يختلف من فرد إلى آخر، لكن نقول بأن الذكاء هو قدرة عقلية تتداخل بكافة الأنشطة العقلية أو الذهنية. هو عبارة عن نشاط ذهني ونشاط عقلي بدرجات متفاوتة. الذكاء هو أيضا قدرة على التعلم، القدرة على التفكير المجرد. التفكير المجرد كأن نقول مثلا هو من يستخدم الأشياء اللامادية، مثلا أن نقول الأرقام هي عبارة عن تفكير مجرد. حل المشكلات، أنت تعرضت إلى مثلا مشكلة كما قلت، مسألة لم يرد حلها في الكتاب، تستطيع أن تبدأ لها حلا أو تكتب أنت موضوعا خارج عن حدود الكتاب. اكتساب معارف جديدة. الإنسان الذكي هو من لا يقف عند حد معين، هو يكتسب، هو يستفيد من المواقف. فإذا هو عبارة عن قدرة عقلية تترافق بكافة الأنشطة، تتداخل بكافة مجالات حياة الإنسان. وضعت في طبيعة الذكاء، لابد أن نستعرض آراء ثلاثة علماء فسروا لنا الذكاء من خلال النظريات التي وضعوها. هناك النظرية الأولى هي نظرية سيبرمان، نظرية العاملين. هنا في هذه النظرية نقول بأن الذكاء هو عبارة عن ذكاء عام أو ذكاء خاص. فتشير هذه النظرية عند سيبرمان إلى أن أي نشاط عقلي عند الإنسان يتأثر بعاملين. العامل العام أو ما نقول القدرة العامة هو عبارة عن قدرة عقلية عامة عند الفرد، أي القدرة على إدراك العلاقات الأشد تعقيدا ما بين الأشياء. كان يدرك الطالب مثلا العلاقة بين ارتفاع الحرارة وظاهرة التبخر، وكيف يمكن أن نستفيد من هذا التبخر في مثلا البخار، في قوة البخار في مثلا توليد الطاقة في مكان آخر. كلما استطاع الفرد أن يستنبط هذه العلاقات ويدرك فيما بينها كلما كان على مستوى عال من الذكاء. أما الذكاء الخاص أو العامل الخاص نقول فلان لديه قدرة لفظية، أو نقول فلان لديه قدرة حسابية. فإذا لديه مهارة، يذا في مهارات خاصة ترتبط بقدرات خاصة. كما ذكرت أن هناك أناس لديهم مهارات رياضية، هناك أناس لديهم مهارات لفظية، أو حتى أناس لديهم مهارات موسيقية. إذا نفهم هنا بأن كل إنسان منا لديه عامل خاص أو قدرة عامة وقدرة خاصة.
قدرة عامة القدرة على الإدراك، إدراك العلاقة ما بين الأشياء، وكلما أدركت العلاقة أكثر وجردتها كلما كنت أكثر ذكاء. أما العامل الخاص كما ذكرت، كل فرد منا له ذكائه الخاص به أو مهاراته، قد تكون لفظية، قد تكون موسيقية، وقد تكون حسابية. النظرية الأخرى هي النظرية التي قدمها عالم الاجتماع سورن داك، نظرية العوامل المتعددة. في الواقع يرى سورن داك بأن الذكاء يتكون من مجموعة من القدرات أو العوامل المتعددة. قدرات، يعني قلنا قدرات أي إمكانيات أو عوامل، هناك عوامل قد تكون عوامل نفسية أو تكون عوامل مثلا عوامل بيئية. عند قيام الفرد بالعملية الواحدة يجب أن نمزج، كلمة نمزج أي نخلط بين القدرات بصورة مشتركة، يعني تدخل قدراتك الخاصة وإمكانياتك مع قدراتك النفسية مع قدراتك العقلية والمزج فيما بينها. لذلك وأيضا نقول أيضا البيئية، عوامل نفسية، عوامل بيئية، عوامل شخصية. هناك إذا سورن داك يرى بأن هناك ثلاثة أنواع للذكاء، وهذا جاء سؤال ما هي أنواع الذكاء عند سورن داك. الذكاء المجرد هو الذكاء على معالجة المفاهيم أو حتى الألفاظ أو الرموز بكفاءة عالية، وهذا ما نستخدمه نحن مثلا في الألفاظ الفلسفية لتحليل النص الفلسفي. يجب أن تكون لديك القدرة على أن تدرك معنى المفاهيم أو الألفاظ في هذا النص لتمتلك مهارة تحليل النص، وهذا يعتبر ذكاء مجرد. أو حتى الذكاء المجرد عندما تتعامل مع الأرقام أو مع نقول في الرياضيات تتعامل مع أرقام لكي تصل مع لحل معين أو ناتج معين. الذكاء الاجتماعي هو القدرة على التكيف أو التفاعل. الذكاء الاجتماعي هو أينما وضعتك أن تستطيع أن تعيش، أن تتفاعل مع الآخرين أو أن تبدي، وهذا أيضا تعتبر مهارة، وأن تكون علاقات اجتماعية بشكل جيد. أما الذكاء الميكانيكي قدرة الفرد على التعامل مع الأشياء والأجسام المادية المخصوصة. الذكاء الميكانيكي يظهر في التعامل مع المكان، أنا لدي هذه الغرفة أستطيع أن أتعامل مع كل جزء منها وأضع به مثلا في كل زاوية في أضع لها شيء محدد لكي أستفيد من هذا الفراغ الموجود لأحقق غاية معينة بالنسبة لي، هو أن أستفيد من المساحة المتبقية. كما كانت هناك نظرية العاملين، نظرية العوامل، لابد أن تكون هناك نظرية رائعة جدا هي نظرية الذكاءات المتعددة. يرى غاردنر الإنجليزي بأن الأفراد يمتلكون قدرات مختلفة، كما ذكرت أن كل فرد لديه قدرة، لديه إمكانية أو لديه موهبة. فنجد مثلا هناك أفراد يبرعون في التعامل مع الكلمات، هناك أفراد يتعاملون مع الآلة، هناك أفراد يبرعون في التعامل مع الموسيقى. فالذكاء على أنواع، لديه هناك نظرية الذكاءات ثمان أنواع للذكاءات. الذكاء اللغوي هو الذكاء الذي يظهر في إتقان مهارات اللغة، القراءة والاستماع والفهم. مثلا عندما أعطيك كلمة تستطيع أن تدرك معنى هذه الكلمة وترد مباشرة. الذكاء المنطقي الرياضي يشمل القدرة على القيام بالعمليات المنطقية أو العمليات الرياضية، التعامل مع الأرقام. ويظهر لدينا الذكاء اللغوي والذكاء الرياضي بقوة في اختبارات التحصيل الدراسي. فعندما نعطي مثلا الطالب ما مثلا ضع في الفراغ الكلمة المناسبة، هذا عبارة عن ذكاء لغوي أو بما يرى بما معناه. أما الذكاء الرياضي عندما نعطي الطالب مثلا مسألة كيف يتعامل مع هذه المسألة وكيف يقوم بحلها. الذكاء المكاني القدرة على تحديد المكان أبعاده، وهذا يحدث عند المهندسين في البناء والإنشاءات عندما يقومون بالتصميم الهندسي لبناء ما، فيدركون الذكاء يكمن في استغلال كل جزء من أجزاء المكان لتحقيق الفائدة للفرد. الذكاء الموسيقي يتضمن التمكن من مهارات موسيقية، تألف نغمة موسيقية مثلا، بالإضافة إلى أن يستطيع الإنسان أن يعزف عندما يسمع آلة موسيقية، يستمع ويقوم بالعزف، هذه تعتبر أيضا ذكاء موسيقي، نقول لديه أذن موسيقية. الذكاء الجسمي الحركي يتضمن القدرة على تحكم الفرد
في الأطراف، ويظهر هذا الذكاء الجسمي الحركي عند لاعب كرة القدم مثلا، أو من يقوم بالرقص على أو التزحلق على الجليد عفوا. فنجد بأن الأفراد هنا لابد أن يقوموا بالسيطرة على أطرافهم لكي يتمكنوا من قذف الكرة أو حتى من تحريك القدمين على الجليد. الذكاء الاجتماعي هذا ما نسميه في العامية الحربوك مثلا، ذكاء العلاقات العامة، يتمكن من إقامة علاقات مع الآخرين وروابط تكون مثمرة، يتعرف عليهم. ونجد أكثر ما يوجد الذكاء الاجتماعي عند المعالجين النفسيين والاجتماعيين الذين يقومون، وحتى المدرسين الذين يقومون بالنفاذ إلى داخل الشخص وتكوين علاقة معه لكي يتمكن من السيطرة على حالته. أيضا الذكاء الشخصي، وهذا جاء سؤال دوره، نقول بالعامية رحم الله امرئ إن عرف قدر نفسه، فهم الإنسان لذاته مشاعره. الذكاء الشخصي أن تعرف ما تريد ولماذا تريد، ما هو هدفك في الحياة، وكيف تحدد علاقتك مع الآخرين. أما الذكاء الطبيعي هو قدرة الإنسان على إدراك الأشياء وتصنيفها، أن نصنف مثلا هذه الكائنات مثلا كائنات حية أو كائنات غير حية. أيضا نقول أن هذه النباتات نباتات زهرية أو نباتات لا زهرية. هناك صنفين لم يذكرهما غاردنر في تصنيفه، لكن سيضيفهما لاحقا من أنواع الذكاء. هناك الذكاء الروحي، هو الاهتمام بالخبرات الفوق حسية، الاهتمام بالأمور الروحانية عند الإنسان كأدراك الإنسان لوجود الله. أما النوع الثاني فهو الذكاء الوجودي، يتعلق بإدراك الإنسان للمسائل تتعلق بوجود الإنسان كمثلا الحياة الموت ومصير الإنسان. هما لم يدخلهما في تصنيفه لأنهما قيد البحث والدراسة. نقول أن فلان مبدع، فماذا أعني بكلمة الإبداع؟ نقول أديسون مبدع، أينشتاين مبدع. هل هو أينشتاين كان ذكي؟ يقال أن أديسون كان من أغبى طلاب المدرسة، وقد قاموا بحرمانه من المدرسة، أصبح أعظم مخترع في العالم. هل هناك علاقة ما بين الذكاء والإبداع؟ نعم، يجب أن نحدد أن الإبداع يتضمن نشاطا معرفيا ينتج عنه طريقة جديدة في النظر إلى الأشياء، عملية تتضمن نشاط معرفي، أي إدراك علاقة ما بين شيئين. متى تظهر حالة الإبداع؟ تظهر في المشاكل. نحن لا يوجد لدينا إنارة، يمكن أن قمنا باختراع اللدات مثلا، ووجدنا الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية. أول مواقف هذه العملية ليست قاصرة فقط على إمكانية التطبيق وجلب المنفعة، هي ليست فقط الهدف الأساسي من الإبداع، ليس فقط هو أن أطبقها أو أجلب منفعة، هي بحد ذاتها تظهر في الإفادة لجميع الناس. فكثيرا من الناس تميزوا إبداعاتهم كتاباتهم، ونقول بأن هذه العملية الإبداعية لها عناصر تتداخل بها. العقل المتساهل، متى ألمس أن لدى طفلي إبداع؟ منذ أن يكون صغير. عندما ما معنى هذا أمي؟ لماذا وجدت هذا؟ فأيضا هناك لديهم ميل إلى التحليل والتركيب، تلمس بوادر الإبداع. عندما نلمس عند الأطفال منذ صغرهم القدرة على التعامل مع الأشياء التي تكون موجودة في الوسط المحيط. أيضا النقد، دائما هناك الإنسان المبدع لديه نقد، نقد لماذا؟ للأشياء الموجودة من حوله. لديه أيضا ميل إلى التجريب، هو لا يقتنع، هو يريد أن يجرب حتى وإن كان هناك فشل. فمعظم العلماء والعباقرة في عمر التاريخ لم تأتي إبداعاتهم من وريدة لحظة واحدة، هي كانت نتيجة عدة تجارب. أيضا الثقة، الثقة بالنفس، نقول مشوار نصف الطريق للوصول إلى الحالة الإبداعية هو أن تكون واثقا من قدرتك، واثقا من نفسك. أيضا القدرة على التخيل، من أراد أن يخترع الطائرة أو المبدع الذي اخترع الطائرة والكهرباء هو تخيلها في ذهنه قبل أن يحدثها. الإبداع هو حالة تخيل أو تهيؤ ذهني عند الإنسان يترجم على أرض الواقع من خلال إيجاد شيء ملموس. أما الذكاء فهو يختلف عن الإبداع. الذكاء هو أن يستفيد الإنسان من خبراته ومعارفه السابقة في حل المشكلة، أن أوظف خبراتي السابقة في خبراتي اللاحقة. فيقال بأن الذكاء هو العامل الأساسي المسؤول عن الإبداع.
فالذكاء يشمل مجموعة من القدرات، مثل ماذا مثلا؟ قلنا نحن هناك عوامل تساعد على الإبداع، تحليل، نقد ذاتي، تساؤل، تجريب. أما العوامل التي تساعد على الذكاء، التصميم. أنا مثلا أصمم مثلا هذه الآلة، أيضا القدرة على صياغة الأفكار، كيف مثلا أصيغ أفكار مثلا أو العلاقات ما بين أجزاء هذه الدارة وهذه الآلة. أيضا الاستنتاج، لدي أنا مقدمات كيف أستنتج منها النتائج المترتبة عليها، وبالتالي أن أفكر بعد أن بهذه صممت أبدعت. إذن يعتبر الذكاء هو أحد جوانب الإبداع، فكل مبدع هو بشكل عام هو ذكي. الإبداع يتضمن أحد جوانبه الذكاء، لأن الذكاء يعتمد على أن أصمم، يعتمد على أن أستنتج، على أن أفكر، وكل هذه العوامل التي تخلق الإبداع لدينا. فنقول بأن الناس من لديهم درجات من الإبداع نقول أنهم أذكياء، لكن ليس من شروط الأذكياء أن يكونوا مبدعين. إذن أن نميز بأن الذكاء هو أحد جوانب الإبداع، لأن الإبداع هو إعطاء ناتج جديد خارج عن المألوف. أما الذكاء فنقول هو أن أستفيد من خبراتي ومعارفي وأوظفها في المعارف الجديدة. هذا هو آخر درس من دروس الوحدة الثامنة في الكتاب الثاني، مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح.